شكونهم؟ نحكيو في شكونهم اليوم على ريتشارد الأول، الرجل الملقب بقلب الأسد. ريتشارد هو ملك إنجلترا، تولد عام 1157 وهو الابن الشرعي الثالث لملك إنجلترا، وكان الأقرب والمفضل لقلب أمه. كان ريتشارد فتى جذاب يتميز بلون شعره الممزوج ما بين الأحمر والأشقر، وعينيه اللي تلمع، وطوله اللي يوصل للمتر و92 سنتيمتر. وهو عمره 16 سنة قاد ريتشارد الجيوش وتصدى لبرشة محاولات انقلاب على عرش بوه، وكان معروف بشجاعته ومعروف على انه فارس مغوار. عام 1170 وقت مرض الملك البو قرر باش يقسم ملكه على ابنائه ويحتفظ بالسلطه عليهم كامله، لكن هذا ما رضاش ريتشارد اللي كان في رتبه دوق وكانت عينيها على الملك متاع بوه، فجيش اخواته على بوهم ومن بعد تقاتل مع اخواته على الملك، وصل قاتل حتى بوه، لكن الملك الاب تفوق في القتال هذا وعفى على ريتشارد. بعد الهدنه بينه وبين بوه حارب ريتشارد الفرنسيين تحت راية بوه، وفي الحروب هذه بدا يشتهر بقلب الأسد بسبب شراسته في القتال وقوته. توفى الملك الأب وتولى ريتشارد حكم إنجلترا، ومنع جميع النساء واليهود من حضور مراسم تتويجه، الشيء اللي خلى العام ذاك يتعدى الكل دموي في حق اليهود، وهذا الكل بأمر من ريتشارد. وقت حس إنه الحروب هذه ولات تهدد عرشه، خاصة قبل ما يمشي شارك في الحملة الصليبية الثالثة على الشرق لاسترجاع القدس، أمر بإعدام المسؤولين على الجرائم اللي صارت في حق اليهود الكل، وأصدر مرسوم ملكي يطالب بترك اليهود وشأنهم. خلال الحرب هذه حاول خوه مع ملك الفرنسي فيليب الثاني اللي تقول الأساطير إنه كان على علاقة جنسية محرمة مع ريتشارد، قعدت مدة ثم انفصلوا. لكن بعد ما رجع ريتشارد لإنجلترا عام 1194 تمكن من استعادة الملك متاعه واقتل المتآمرين الكل وعفى على خوه وتوجه لفرنسا لاسترجاع أراضيه. غادي تضرب بسهم في كتفه اليسار بالقرب من العنق متاعه، وقام الطبيب متاعه بإزالة السهم لكن بطريقة غير احترافية، الشيء اللي تسبب له في سوء حالته ومرض بالغرغرينة، وهو على فراش الموت طلب باش يجيبوا له الشخص اللي ضربه بالسهم، لكن المفاجأة انه كان صبي صغير قال انه كان يحب ينتقم لبوه واخواته اللي قتلهم ريتشارد، وما كان من ريتشارد وهو على فراش الموت الا انه يسامحه. قبل وفاته في 26 افريل 1199 خلى ريتشارد اراضيه الخوه جون ومجوهراته لابن اخته. توفى ريتشارد في احضان امه، لكن بعد وفاته قام واحد من المخلصين ليه بمخالفة الوصية متاعه وسلخ جلد الصبي اللي قتله وعلقه على القلعة. في عام 2012 حلوا العلماء ما تبقى من قلب ريتشارد، ولقاو انه تم تحنيطه برشا مواد مهمة باش يقعد كيما هو. الغريب في حياة ريتشارد زادا انه كامل حياته رغم انه ملك انجلترا الا انه ما عاش فاهم من اللي تولى العرش الا 6 شهور اكهو، والبقية عداهم يخوض في الحروب. وتعرفت قصة وفاته بموت قلب الاسد على يد نملة، في تشبيه الموت على يد صبي صغير بصيد بعد ما كان هزم في الحروب متاعه أقوى وأشجع المحاربين. شكونهم؟